لا تمشي وراء رغباتك المخالفة لعقلك. امرأة عارية أو شبه عارية فورا غض البصر عنها، لا تفتح هذا المقطع. أحيانا البعض البعيدون عنكم يمشون في كل الأمور وراء شهواتهم، الشهوات المؤقتة. أنت لست هكذا. المشكلة بالنسبة إلى بعض الشباب الثواني العشر الأوائل، عشر ثواني امنع نفسك، تتمكن بعد ذلك أن تحجب، أن تمنع نفسك عن النظر إلى هذا المقطع المفسد.